بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشر كي صدنات كنمذة كتابك الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، حين سوق أني ماشي ويرشاخه فصل في أحكام الوقف. عير والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون فيه محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. عير والوقف وقفه جائز مد بنان أو مشروع هوية بثلاثة شرائط: صدح شردي أيون كو بنان يهي، كو أن يكون وإنو يهي مما كيمت كمدها ينتفع لانتفاع سني به ما قوى مع بقاء عينه، عين تيسية شيء لفتر كيسة باقي أهنشي سمعي ساء لانتفاع صدو، وأن يكون وإنو يهي على أصل أصل مد كدسوغن أصل كأو موجود جوغة وفرع فرع متكسوغن فرع أو لا ينقطع أن قئين، وأن لا يكون وإنو سنهان وخفقو في محذور شيئا بنانين لحدي متكسوغن وإنو سنهين، وهو وخفقنا على ما شرط على ما كيب كسوغن هذا شرط أو شرطي الواقف واقف كأو من تقديم هرمرين أو تأخير أما دبلغة أو تسوية أما أكينها أو تفضيل أما كلت ليريسينها. هل كان حكوة رمي أحكام الوقف؟ الوقف حشاخ هل كان كب الله ويا كتاب البيع هي التوابع بيري يا غيرك كتاب البيع وحي بيعها هل كان سيوه وقصوا بحي توابع البيع وهل كان كبير لابيا وقفك إيو هبدا إيو وحيالة فربضا إيو ديعادي إيو إيان فرائدك إيو إن فربضا وصوصع توابع البيع وقفك لغة عربية وحلوية هذا الحبس وأين الحول الجوج سوي أرنا أدو الجوج سوي نوارك دوناه وقفنا ومصدر وقفوي إن وقف الضهيين أو قف الضهنة لغة عربية وحافة صيحة إن الله وقف أو قفض لغة جرته لاستعماله لكن لغة ردي أوي هاد اللي إذا توي عامضنا أنت بدني يدي إذاك سدان وحا عكسي أها حبس أيه أحبس أيه عكسي أها وقف اللغة العربية وحالي إلى ذا الحبس شرعي أهان وحبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. وشيخ شارحها كتعريفية وقف وحالي إلى ذا وقفه وحكير وحبس مال حول إن لحبسيو لجوجيو وقف لغتقو مالك أو معين حبس مال باليلي وحان مال أهين مال وحالي إلى هذا نوي نصوم التعريف بيع مركي نسو شيئين كسو شيئين محاوي مال محالي إلى هذا جميل مال كاسوي مركا شيء مال أها وإن لحبسيو مالك أو معين باليري معين أو العيمي ومال كان أها لقرن أيو وحا بحيا كي مبهم كابا بحيا لابدن أدون متكود أيام وقفي كدقي لابدن قري متكود أيام وقفي كدقي معين ما هو مبهم وي كميش مسوق قليو حبس مال معين وحال يري قابل للنقل نقل وإن كسور تقلي هاي باليري لكن إن الضهضاء وحا أورك كتيرا أيان حبسيه أمان وقفيه إن الضهضاء
هذا ما أصحيه لا يمكن منه النقل نقل يوريتشين صورت قال كم هو يميل بيكون حجرا ماشي إنه ما وقفين حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه هنا والله رواية شيء وإن وحلا ترسن كرا السجى أول فأنت سباق وياه عينتي أي باقي تاعي إن بدل بان مالك وصامر يا حسوس كو العارية إجارة هاي واي تنكو درس لك لنا داك وارك تارك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أيا أيضا نقصبه تشي أو محل بيجري سحن بريس أنا بدل كسوة المعنى سامة إن هذا سحن بريس كان مسلمين تي فقراء وقفي وحسوا عنه يحترموه لماذا؟ لأن الشيء وحر وإن انتفاعي سي منافعي سلا قرطة ثين أتاقنا لها لكن سحن بريس كأور رياكو ياعي سامة تاوي إن وقفي كسورة قلمه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقد التصرف فيه وحويا تصرف كي عدوه أتقول هيد وأنا أتكلح بحذو أتكلم يسال روا أوضد وحركة كنت تصرف في كرين قفك وحال المحل دي جري نادر وحال ده الله سمينه هرتشوجة إلى لي جري وقف جها يا الله سمين يا كاسة وقت تصرف يا وحياله لوبنيه إنه وقت تصرفه ده جهة خير بقى وقت تصرف در إلهي ولو قد وانيا در إلهي إيش ولو قد وانيا جهة خير هذه جهة شر أما مع سياء النقطة توقف من نقطة إذا شروط أي كل شيء دون شاخ وقفه ومن محاسن الشريعة شريعة محاسن تذا أي كم ذي حقيقة وقفه ضد باهن أي الله كالمين هي لكن وقفه ضدك أنت بدم حكاية مسيين مساجد كم مساجد روج يدقيه مساجد كان كل درسان إياه هوا وقف ما شاء الله أنا شرودي واللي جهلي وأنا شيء هذا وأنا أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم نواكي حديثك في الصحيح إذا مات الإنسان انقضى عمله إلا من ثلاث سمين. حاكم إذا صدق جارية صدق هذا جارية ده أنا علمنا حكوفة سنة وقفي وسيس عنيه. سيجدها حولها اللي هو وقفه كم حجر اللي كلام ميلا وقباه بدن حقيقة ميلا قارم سيجده ميلا قارة وباه بويجران ميلا قار كنا تخم بدن بكشرت. عقباه بدن دكسيال إن لقول السيئة معاهد إن لقول لس الدين هاي ما يلا حلقات حر ما يلا وقلت لقلاي سياحتين أقول السيئة أنا أقول كأو قفته هي حقيقة اللي كرام ما يلا بدن مساجد ويكفر لبنان وكواسة كفر لبنان هاي مركا كل بام ماشى باهدو أي تاجن تاي مركز عيال رواح ولا حاجة أنا أتكو قفته أو تكون بحصة جميل شاخو حيري إن شروط بو الشيغي شروط انتو انو الشيغي تعريف تايين وحكسة سارينا أركان أركان تا ركن يكواد وحاوي واقف ركن يقلوان وحاوي موقوف عليه ركن يسدحان وحاوي موقوفك ركن يأفران وحاوي قدام بايا صيغة ديوي واقفك وحاوي وكان وحوقفي وحبحين يوي وحلبحي موقوف عليه وحاوي كان لسينا لا وقفي أما عيد قوني هاتو أما ها هاتو محال دي جري الجهة لأن الجهة اللي وقف فيه إياك لدوان بيدهن لابين النقنا وقوف عليه إن النقضة جهة معينة إن النقضة جهة غير معينة جهة معينة وحويا هو لو أدان قريون كو وقفيوي هو لو أدان قريون كو وقفي جهة غير معينة وحويا إن هذا هو فقرة ذاتك حرتها أقوى مضى تتكاسا وقفي تعيد قوني او اقون هوي اللوتشي ذا مالها وحير بيكوك لدوانا حقا قبولك يا اقبلتانك يعني قفك انو دهوان اقبلي هدي جهة معينة اهي تهي قبول باشر دهي علماء انو مذهب كدهين كستو امام النووي ولهي وحباشر دي مصيحه هدي اي جهة غير معينة نقطة اي تامتي يا فقرة دي يا التلاميذ دي يتكا اي نقطانة دي واح قبول امركا على مشر دينا جميل مركا واقف موقوف عليه موقوفك يا صدحية موقوفك وحاويا وحوله الوقف يجري يجاديك يوكوكا روجي يو وكوكا يحل الوقف وموقوفك صيغض وأرجع الله ذا هدي حبسته أما ملكتك بلا عوض يوكوكا أما الله ذا كواس ويا كعفر تاركني بلا ذا مركان أنا حبس مال أرجع بس تصيغضين ويكجرتا كي حبسيني كي لو حبسيني أنت ويكجرتا صامه انتوي
مال معين مركي اللي يده ذنا توا موقوف كيوي مركا انت تكسو صاري كرتا أركانتي أفرتايد انت ايا كسو صاري كرتا ان شاخ حير وقفك حوليه هي شروط او صدحة صدحة شرط دي مركي اللي هلانا ايو اصح شرط دي كمي دي هدي اللوائنا دي ما اصحيو شرط دي كواد وحاوي تعريف كمي دي انكسو قيحتانكي انكسو مرايو ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه شيئا لوقفه وان وحلوات وحل ترسن كر او وحتر اوليه اون دمانينن لكن هدي وحتركي او كدمانيو المري لا مري انت او كدمانيو دي شيء لوقفه كرمه سيدي ان شيغني سحان بريسي شراب يبي وحسن وقفه يا وحو دمانيا وين دمانيا مركي انتفاع على فيرينيو وحب قسمه في الحال في المآل واسك عاديو تيلو مثال جرين بدن فقادو يكون مثاليان الجحش الصغير يكون مثاليان مركا هذا الضمير وين وقفته في الحال بانتفاع له هذا كير وقفتنا في المآل بله سموه كدي وعلى الهرران دونايو جديد بنقن دونا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه شرد قواكاس مع بقاء عينه مركا الله انتفاع وإنه يهيد لهن شيء مباحها أو مقصودة مباح مقصود مقصود مربان صامر رينا حسنان من واحد ألف تريسان صامر من هنا انتفاع وإنه مباح يهيو وحياله ميوزيكية كمان كي وحال وعياره أيام وقفنا يا دي وحجر مؤ انتفاع هو يشو لكن هذا الانتفاع غير مباح صامو اهلو انتفاع بيو أركان صامو لكن هذا الانتفاع غير مباح وبنانا مرك وحاك الله إنه مقصود يهي انتفاع مقصودة وإنه سوى مقصودة هين باكاب حياه حاوي قف إن الدراهم وقفته سفاء وإسواء قرحية دراهم تدي محلو قطع مع وضعات كي ألعاب تلوك على قلال رواسمه لكن إلا إسكو قرحية ما لقوت على قلال ماشي نسكا سعر سعر وكوكا وكم لو حوران هستا يساو لو انتفاع مباح هذا لكنه غير مقصود واي إنه ما بنان وإنه النقضة انتفاع انتفاع مباح ها أو مقصود هو إنه نقض شرد يكوبات أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأنت شرد قلوات وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع فهم بوه رواكن حوي قفك أو وقف نيس وقوف عليه أصل موجودة أصل موجودة حوي مركض وقف نيس وانكو وقف عليه وإن أجوه وإن استجو أجوه عدة أكدم بيسين يس فرع يس أنا فرع لا ينقطع وإنه نقضان أن دبر جئين أناش أن دبر جئين وإنه مركا حاجة واحد لهان منقطع الأول منقطع الوسط إيه منقطع الآخر صدق حاسس وكل قاضي حلاجار بعد قف كذوق فين يسين وتشوجو عدة أكدم بين يسنا وإنه يسن دبر جئين بالجار رأسهم منقطع الأول باجرا منقطع الأول كاسة مرة منقطع الأول منقطع الآخر هيك صوب بحضة مرة منقطع الآخر كلجي باجرة مرة منقطع الوسط باجرة منقطع الأول كوحوي إن هذا جريج وان وقفيه وحنا وقفيه عدة لقيت على الضهرة أصل موجود هالريمكت منقطع وان أول كنا منقطع كي هذا انت كديس هذا عده لايد الي دونا ايان غريغن او وقفي ومنقطع الاول وانا منقطع الاخر هذا لكن عده لايد الي دونا ايان او وقفي كدبنا فقره ايان او وقفي ومنقطع الاول لكن منقطع الاخر ما هو ما اصح يا منقطع الاول ومنقطع الاخر يا منقطع الاول كليا ما اصح مس ما اصح لا يصح وحال روا لان الشرط مخوا أن يكون على أصل موجود إنه تاجين واحد وقفيس من قطع الآخركم حاوي أو كل جهة وين هذا وحان وفرع لا ينقطع منه شيء وين هذا هو لو أديكن كوقفي كدبنا عرور تاع هذا أيان وقفي سقو رمانة وتجي هرت على أصل موجود والله يا صح وياك تاجين نص الجيسية ترن كيس أيان وقفي لكن كاو رمان فقري أيتام يدد أن دمان إن ولي ودونك جري موسى كوسي دارن سامه ومنقطع الآخر واي أول كوا ديار
لكن مقدعو الآخر ما أسح مس ما أسحية شاخ وحكم مقدعين ولاهي ما أسحية لأنه حال روا وفرع لا ينقطع فرع جوئين بالروا فرع عاس النصر ينادي استجن ورمان ككحين ورمان هدوه تعسية وذا ككحية ككسيح ككسي ما يعلم بكرة من صام لما كان رأى أي تامر كان رأى دونك أي تامر كان ماتا ما فقراء مركان لا ميكان ماتا ما حرم مركان لا ميكان ماتا وما فرع لا ينقطع كاس على قواده مركان مركان لا هي لو أديكن كوق في عرور تاذن وأن وق في ها منقطع الآخر وي قالوا كذا ورجو إدوانا ما أصح يا مسمى أصح يا شيخ مثل ما حنا قرأنا مسنا أصحنا لأنه وعشر دق وحويا عسل موجود ديار وان هلاي فرع لا ينقطع فرع لا ينقطع إن مجرم مركان لا هي لو أدي عرور تاذن كوق في لكن لا مذهب أما لا طريق ويا كجرا مذهب كشافعية طريق وكان الشيخ مري وهو قول مرجوح وي والراجح إنه أصحي وي أيوة يا هلبا كوي من مركة السجي وو تجي تقول ما نسوم فرعي نم ينقطع والناس اللي مالهم بكرة ما نسوم لأن الناس اللي قاعدوا واللي جاء ما يسوي ذي كان هي شكتي كينا ورمان كذب يعني بقول سنة كذب بقولي وشرا تسأل هنك سقاط بيحكي كسوة بحية قولي يا الله سينا يا حيد أن دتك الرحم وجوده يا قرابة وجوده ولبنا رحم أما من ذوي الأرحام أم من ذوي الميراث أن أهين بالسين سلام كلا قرنا يا سلام برندونا مثلا ابن الابن وميراث ويسام ابن البنتنا ذوي الأرحام ويسام دتك عاب على السين بعدين علماء المهم قرابة دي سال السين مركز سوا النقط ونصر قاعدة هذا منقطع الأول نواد هيسا منقطع الآخر نواد هيسا سامو منقطع الأول رأي مرة منقطع الأول منقطع الآخر إسلام نقول مقرم على الفقراء كريبتان كي كدرتان كي مكت منقطع الوسط باجرة منقطع الوسط وحاوينا هذا حقوري وان وقفي هبل وأديقان كو وقفي كدبنا نيف هبل بان وقفي كدبنا فقراء ومنقطع الوسط أصل موجود والله هيا فرع لا ينقطعنا والله هيا لكن منقطع الوسط ويانه دي بهيمد وحمية لنا يساسم حاكا لا هبلو قريان أدقام كو وقفي كدبنا أدون هبل بان وقفي كدبنا فقراء دي أيتامتا فقراء دي ما أيتامتا كان ومنقطع الوسط كان إيش ومنقطع الوسط منقطع الوسط هو أسحب تي ماركو انت نينكا جوغو وخي غوريي كاسو بخاي نينكا كوكو اوريس لا وقفه احمد الله سين سامو كدبنا ماركاي سو نقطو فقراء الله سين لكن انت ادونكا هيدي انت ايش ان خولها هيد يا الله سين سغانا كواقفكا قراوي سال سين بيدهن ماركا واخاوي منقطع الاول او مره منقطع الاخر للنقطه ما صح هي سغو لان اصل موجود بكو بخاي منقطع الآخر مع صح مسمع صح وحين أقرن إنه سنة سحيرين لكن القول الراجح ما النبي سيد دورتين واسح واي كان كلنا حاي منقطع الوسط منقطع الوسط واسحه قيبت الضمبة عدي لهذا دماني إن فرع لا ينقطع بهذا الساعة أصل موجودة بهذا الساعة أنت لحظة أنا واقفك قرابي الساعة يا الله سيد وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع نواسداس شرط قصد أحد وحوي وأن لا يكون فيه محظور شيئا وقف كا هذا وقفين يس شيء حرانا وين وسناين ومحظور هذا وقفين مثلا كان يصدب عن وقفية إيو مال بار عن وقفية إيو مال إله اللي وعس وكوكا طبعا واحد الصحي ما له وحال ربع إن هذا وقفته وشيء مباح وحوم ما هيدا علماء الشرط قصد القربة قصب تاي وحبا قسم معسيه إن لو أيوم با قسم ومن هنا وحا أصح يددك أغنية لها حتى قري إن أطوه وقفته وقفك مركي لقول شيء وحاو يقري وواد وقفين بيحي كصاب بحيك كرادي إيه وحا صورنا تدكي الله سين لها وي مركي أغنية حوالسك وقف كرا أغنية حوالسك وقف كرا وديار بي لماذا؟ لأن ومباح ومحذور مجره معسيه سيكالا دان لقى معسيه مجرته سيدي لقى في عناوات سي عن لقى في عنين باسميسي لكن هو يصحي سلاذن أودن بيسي الشيخ وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل وحوي مسلا أي لهذان نص الواقف كنص الشارع
يتبع لفظه بيدهان عيدان نص الواقف كنص الشارع وحول الله وقفي قريبا الله وقفي سموها سيديبا عددك الله كلاسين السقي وحي يريبا الله في رنية من تقديم هو أولاد ديدا أما ددك ددك هلا ورمريا عالدي جري ددك حرتان أوقفي ددك فنهيب البرنية يعني أوقفي ددك فقهي برنية ساس ما ددك فقهي برنية ما يدد أردو أردود عن أوقفي هن الله هرمريا أما هلا بديا ددك محل دي جري فقهي برنية سأل راعي قولك أو التأخير يال دب ديجي كواس مركي لمادان كوا لوح جسين يقابك الله كله هرمرين سجوي أو تسوية إن لا سلوء كيسينيو إن الله كلا ديريسين أو تفضيل إن الله كلا ديريسينيو متك عالم كها متك جاهل كها أي تام تمتك عالم كها الله بدي أوكوا السقى حاله فيرن ولفذي يسوي حجيري تيب عن الراعي الله ما نجر مريه نص الواقف كنص الشارع بيده فصل وكل ما جاز وكل ما شيء ذلك شيء أو جاز أو بنانه بيعه إيب كيسة جاز وحاب بنان هبته هبة سيا بنان ولا تلزم مواجبته الهبة هبة مواجبته إلا بالقبض قاد شئ موين وحك لكم مواجبته وإذا قارتي قبض أو قبضاضة ها هبة الموهوب له كي له هبة مركي أقعنت كلها لم يكن ما أبنانه لم يكن معهن للواهب كي واهب كامد وأصنادي أن يرجع إنه النقضة فيها هبة إنه كن نقضة إلا أن يكون إنه يهي موين هو واهبك والد والد إنه يهي موين مثلا ما تقال هل كم حوغة الله يا أحكام الهبة هبة لغة عربية حلقة سوقاتي دهين من هبوب الريح دبايش الطبشة ده أما هب من نومه بحلقة سوقاتي هرددي بو كاكعوي هب من نومه سد حبا جرتا في اللغة العربية ما يسا أشيخ ما يسا هب صدح البيد ما شاقنا ما يسا أحمد بن الجمل كسر يهب السيف يهتز ألم كسر هيواي والعين في النوم وفي الريح تضم يعني سيفتي وقلقلي هب ويجر هذا هب الصيفة وحيك لو يجر هذان هب هرددي بوككعي من نومي هب دبيشي بعد طبطي هبة الريح مت هب أو سيفتي وقلقلتي يهب بيكو إماتا لغة عربية هب أو هرددي بوككعي يهب بيكو إماتا هب أو دبيشي وطبطي هين يهب بكو ماتا بيت كذا حفظنا وبالله توفيق واسع كسر يهب الصيف يهتز ألم والعين في النوم وفي الريح تضم ولبنا وحبي شجعنا وحلو جذب ده واسكفر صغير وح يهب لاده هيا وجذب الكلام وحي قفكم مركو سيس عنا يندوس كقطع سما يا مرك الدبير كسر دبطنا يندو قبسا سما يذهب الجذب ده واسكفر صغير المهم لغة عربية واسداس كشرعي أهان يفقه هذا وحيوية قانان هبة شيخ أكو شيخ وحيري تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض تعريفك فهل حال إراثة تمليك وإن وحل اسم الكسي ما هو إباحة الانتفاع الوصمي وحاوية تمليك مركي تمليك لإراثة وحاك بها قاتمة قرن العارية سموه العارية كبها قالت تمليك بالغير منجز شيخ منجز حقب حنا يا شارح سوله الوصية لكن الوصية وحقب حدونتها حال الحياة بيكب حدونتها مرك منجز ومد قوانوي وحابحيا ان تمليك للتعليقي اللي يري ان حرت وحان اوقفي وحايا وحاس بشهر رمضان قورت اي امات تعليق بالقسمية مبنان منجز بالروا هد قوين تمليك منجز مطلق مطلق هيا الربايو ان وانه مطلق نقضه اوسن حلي كو قيدنين عاريه دي صما في عين عين باليلي وحل اس سينيه لا اس هنت سينيه غانت كو دغ لو له اي لو هيبينه وانه عينتها اي وانه سن اهين منافع
هبة المنافع وحجر هبة العين هبة المنافع وحي وحي كصابحة أما وح تركيس أياد لاذا عين تنحوي وحي بهال لف تركيسي هبة المنافع ما أصحي سأيو الشيخ ويد كلها يو تعريفك كمجرته لكن سيد معتمد كه هبة المنافع أصحي هبة المنافع إيش تصح في عين حال الحياة باليدي حال الحياة وأنت أنوليها قفكو لكن هدي وحلق الصيّة وجريدة كدبة توصية درتارن قدر دارمي وينقارد أنا بلا عوض باليدي تبيح هدي مقابل أجره وتصاق ضطي تامن نقنا اسم حال لي جري هبة من نقنا اسم هبة تاس وشارع أما فقه ويا قانا هبة يوحك لجرا صدح لفظي الهبة والصدقة يه والهدية مركز توحك جذوين هبدا ايا جذوين هبدا ايا جذوين ثم معنى العام مركي لا فيريو اسكو ميد بين النقدان لكن خاص مركي لا سيكلا فين دوريا لا سيكلا قاد قادو وخا لا يراها قفكه هدي وحن او بخيي او ثواب او كربا وحي نقطا صدقه هدي او كربا اكرام يا ماموس او كربنا وحي نقطا هديه ايو كن هدي اي نقطا ويدين هدو تا يا تن ميدنا او سن هينا hiba ay noqotaa weeden taayno ka hadlanayna hibada weey in wax la isu hibeeyayna dadka isku jiclaada waa shay fiican weeyaan oo kuka erego sheekhu taariifka ku sii daray in ka tagina walaw min al a'laad waa muhiim walaw min al a'la waxa weeyaan hatta ki hoose min al adna ila al a'laawi ki hoose hatta ki sare waxa siyo haybi inkastoo inta badan dhahayn mar laala ka hoose markuu koro wax u hibeeynaayo waxbu ka raadinaya oo waxbu ka rajaynaya hatta adu ka raadiyo way saxaysaa oo kuka marka qaaciidiyo daabid buu ku sii inta ina daabidka gaarin taariifka arkaanta ibeena kasoo dhaxsaaraynaayo waa hiba jiro mawhuubu lahu ba jira mawhuubki ba jira siiqadiina way jirtaa dawa farta waahibku waa ka waa ka waxibeynaya wax bixinaya al mawhuubu lahu waa ka loo hibeynayo mawhuubkuna waa shaygi la hibeynayay siiqaduna waa erigi la adeegsanayay way حير وكل ما جاز بيعه جازت هبته وقواعدي سي ام ضابط شيخ اسكلها وي مركه وبا كان معاملاتك وكورمي وح كسته او ييب كو اسحيه هبنا وي كو اسحيه وح كسته ييب كو اسحيه مركه يمي ويدين كرت شروط بينه وسا شاغني سما شروط بيعهم بعض النقص ما غرانيس صدخي شردي يا لبدي العلماء كو دري جيرين كتبت كلا او تغي دون جازت هبته وكل ما جاز بيعه وكل ما جاز بيعه جازت هبته وكل ما جاز بيعه وحكسته أصحي جازته بمعنى أصحي كل ما جاز بيعه وحبان كسر ريبينا جازت هبته وحبان كسر ريبينا أو يرفيرس وحاجر كل ما جاز بيعه شيء إن لإيبي أي أصحي لكن هبا إسنكو أصحي كوا كسر ريبي سأصحي قفك مكاتبك مكاتبك صلى الله عليه وسلم سدحكونا الضرر إيكين الضن يهو الحروبي سأصحي فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أنتم رب سبحانه وتعالى الهوي ننكا بحوسي إبن كرا أو حولا أو هي وسيق قد كرا لكن مهي بين كرا مهي بين كرا مركا باعوا بناية وحاوا هي لكن يبقوا ما سحي لماذا؟ لأنه حال دي نيهو من نبا وكو هايستي حولا هنا اسكيه هي بين يسو محيط هاي اسك فرال دي نيهو حولا بح بحل قوة يسيس ما فهم كل ما جاز بيعه هو يكو بح جازت هبته هو حاجرة wax hibadiisu ay banaant sheekha sharaxna wuxuu sheegay hibadiisu ay banaant tahay laakiin beeciisu uu san banaaneen alaashyaal muhaqqirat bay dhahan midalan laba xabo bariisa way la isu hibeyn kara laakiin lama gade karo somo sababtoo halkii bay ku bixi shardi bay ku bixi jirtay somo inta faa'u bihi samayna halkaas ku bixi idan wa kullu ma jaaza bay'uhu jaazat hibatuhu inta ka soo reeb almim wuxuu yiri sheekhu walaa talzamu alhibatu illa bilqabd hawi هبدو قبض بيكو أصحى ذا وينو نصور شيء نو حينو دهنا يا حسوس هاي ها عقداني لا يلزماني إلا بالقبض الهبة إيش والرهن والرهن صماين تيوي مركا ولا تلزم الهبة إلا بالقبض أنت هذا كين كهر تسكت نقوم كرتا وإذا قبضها الموهوب له مثلا وحوي مر هدي وقعنت كل كيلو هبيجي كي وحيبيه واهبكها تكون النقطة كرا دي وحنا قلنا يا أي محل دي جري كنا قلنا يوم تجي سوكل سما كمان النقطة كرا هل بعمرك لقى صور رأي إلا أن يكون والدا بالغا
هدو يهي والد من مويل مركا والد كو آبه يهو يدي يأييدي يأووغي اه يا وحي بيهي ولد كو دي يعرور تو دي بيهن وحوهي بيهن ما كون نقون كران ميسا كون نقون كران ويكون نقون كران لأنه بحالي إذا أسلم با والدكو مركا وسكة دورة يحوله ودورة يو وحا جعيل وجعيل يهي يوحاوي كسان نقشادة وكسان نقونا يباهي با جرتبه دهن وكو الله بانين كل حديث كينو كتو سيي لكن مركز طموه صدح شردي باكو حرام صدح شردي اياكو حرام شردي كواد كان لو هبي ولدك وان حري هي ان حري هي هدو اضان نقضه كم نقن كرتي ساو كيا شيكره صح يا وي نينك لا وري كم نقن كرتي كم نقن كرتي مركو ان حري هي شردي قال هذا حويه هبد وا اني تهي هبه العين وا اني تهبه الدين وا اني نهين ويتو دين محل الوضع والدكي أبيه يا ويلكي سي وحو كله دين حله مركا دينتي ان كو ان كولها وان كو هيبيجي ما كان نقن كرا هيبتو دين لغا نقن كرا لان هذا الحق سقط وان نقن كرا مركا مركا وا اني هيبتو دين هين هيبدن لو بنيه والدكو انو كو نقدو شرطي سدخاده او دنبي وحا ويان وا ان اي وا انو باقي هي بيد هين ان سلطان سلطان الابن يعني سلطان ابن حوي حولهن سلطنتي سي يا لهانشي سي يا مملكي سي ولد كان وين باقي كسيين وين ايش باقي كيين وسيدي اد اوو ديبت باقي كسيين وخا بخيان لو غلين مثلا غاري اد اوهيبيسي ايو سوق جايي او و ايبي marku iibiyo maalin dambe gaarigiisa hadana suuq yaalo arkay kadibna wuu soo gatay waxaan dhaynaa hadda mucaawada iyo istiraabe ku soo taay tii aad ugu dhiibtay baaq kuma ma ku noqon kartaa maya intuu san iibin baad ku noqon kartay taas weey jameel sadaxa shardi baa loo xiri marka kasoo wuxuu yiri wayda acmar goortu cimri siyo shay an shay aw arqabahu ama uu dhaho kalbo waa midkeeni horeeya هذه ورقة لصوكة ومعنى هذا كان وحو أهانا يا شيغاس للمعمر كي العمرسي أو للمرقبي أما كي لو كاذين أي قلبا متكيني هرية ولوراثته كمعمر كأها أما مرقب كأها دادك رحلة أي أسونات من بعده سيقا قداش سمركو ماشا كبح مسألة نوع مسألة اللي يرادو العمراء والرقبة العمراء والرقبة العمراء وحويان وين أطهضو إن gurigan ayaan ku cimrisiyay inta aad nooshahay baana ku siiyay waka aan ruqba waxa weeyaan waa inaad dhahdo kalba keenni horeeyay weey hadii aan guriga waan ku siiyay hadaan ka hordhinto hadaad iga hordhimata dhe xoolaha way ii soo laabanayaan hadii aan laakin anigu hortaa dhinto xoolaha adiga ayay ku sugnanayaan ruqba baa la yiraahdaa al umra war ruqba wa hibadi waxaan laaday waan ku cimrisiyay iyo kolbo waa keenay horeeyay iyo waxba kama soo qaad weeyay fahiya lil mu'mari aw lil murqabi kaasa iskale goorma iyo wali warathati min badhi waxba kama jiro markaan aad laaday aniga ii soo laabanaysa marka dhimatay waxba kama jiro mar haday aad cimrisiiso ama aad dhahdo kolbo waa keenay horeeyay hada hayso laakin keenay horeeyay u laabani waxa dhan waxba kama jiro taana lil mu'mari shayga weeyaan أو للمرقب ولورثته من بعده انت عقبة فصل في أحكام اللقطة وإذا قرتي وجد أهلا لقطة شخص باوحوها لي بادي في موات ميل الآن لنولين أيون دحذي كهل اللقطة دي أو طريق أما جد دحذي بو كهلي فله شخص باوحا أسقنا دي أخذها إن أقاض حاله وهي اللقطة دي بادي دي وتركها إنو كتغن أوليه وأخذها إنو قادا أولا هبون من تركها إنو كتغ أي إنك هبون تهي واسقورما وإن كان هديئو يها شخصه على ثقة كالسوني دوشيد متكسوغن من القيام إستاق بها لقطة حق هذا إنو إستاق دو كالسوني بدن وهيست وإذا قورتي أخذها إنت إنا تاقارين أحكام اللقطة أيوك هلايا اللقطة هي اللقطة لابد إريبي وي وريان وحانا أفسح هيدهان اللقطة كمعنى هان إيه إري اللغة العربية هان لقطة أفسح
كيف اللقطة أو فعلها اسم فاعل بكلمات لحنة سقى لحن بلنوي ما فهم همزة لمزة ما فهم ضحكة سقى قصر بلنوي هذا هذا لقطهنا اسم فعل بكلمات لحنة هي همزة هي لمزة هي ضحكة ضحكة سقى القصر البديع سقى القصر لاوي تنا محاولة سقى يا الله الله يا اللقطة الله الله يا الشيء اللقاطي فاهم تاسوي اسم للشيء الملتقط باللغة العربية الكبيرة الشيء اللقاطي لكن شرعي أهان فقاضوا حقية قانان وما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما حال إذا هذا ووحي رماء كانت رماء منك إسكالها من مالكه خرجت مخرج الغالب ده خرجت مخرج الغالب حلقة وضع وربائبكم اللاتي في حجوركم سمع قرنيسين تاوي خرجت مخرج الغالب حوي وصيد بضنه من مالكه إن نقنني من مستأجري وعليا إن كبح صم من مستعير وعليا وإن كرنت صمه هذه حالة رماء يوقف إسكالها أما مستعير أما كذا كرنت ميجوي كانت رماء إنه كرنت عاي أما يحلم إذا أما هلمان أما ووسى حذي أما ووكوكا سيون أقرب رماء وحسب حالي إلى ذا اللقطة أما لقطة سيدو هذا يسوي حركين شيخ مركو حوله وإذا وجد لقطة بعذبه له حجابه كهله في موات أو طريق في موات أو طريق موات وين صامر حلب وين هني صامه أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد صامين طريق ولا ينتفع اتفاع واحد كبير سوق صامين المهم طريق بعد كه شيء أما طول مواضعه عدنا أيضاً ولا يسني بعد كه شيء ماشي معاك فهمت مارك أرض مملوكة دي عاد كهشة كور ومفهوم كصامة أرض مملوكة عد إسكالة دي عاد كهشة دي باوكم فلو أخذوها وتركوها ما فهي اللي صاحبها ويئيذ كي إسكالها وي كي إسكالها جميل وحيدا ولبنا علمه وإن ادعاها هدي أشيك توي داد أهنيو ألابتن ماشا هذا كتل حالي وقلوها أنيقو ملهي وحالوان نقوم بيدهين كي كسي قضي هدنا كي كسي قضي حقاس الله فيرين بيدهين ولماذا شافعي ذا قيب كميدا جميل سينو بدين هنا وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها ونقاذ كرا ونكته كرا لكن وأخذها أولى من تركها إن كان إنو قاض إنو سنقاد أحكام الخمسة أياك دول سعون بيدهن لكن مدى ينوت هل مر واجبون نقضايو مر مباحبون نقضايو مر كراهون نقضايو مر مندوب النقضايو مر حرام النقضا يعني حرام وحن نقن حرام وحن نقن هدي وهبا حولهن إنه عني دانه وحنه هبا هدا ومعال محالنا حولهن إنه دتشين إنه إسكق من كرنا وترك أوري وجوجل أما ماش أوريس وكهلي حرام والتقاط كذا حراس حكره النقضا هدي ونفتي سكوك السوني هاي محل ده جري هذا وكل كالسوني لكن ما أعلم بإسلامي أربعة خيانات كراهة والنقطة جميل تنو إنار دجا أولها في عنا وحويان إن كان على ثقة من القيام به حولها إن استاجو وحقه ذي يقابك اللي جربي إلى على ذي وحن صاص على أحكامته سيد اللي جربي إنه فيها دي وسكوك كالسوني هاي إن قاضي وحولها أوصن ضيعين أياها بون جميل قفك اللقطة ده سواء قاعدين يا شيخ شارح وحوله أما بالغ هذا أما غير بالغ هذا أما مسلم هذا أما غير مسلم هذا أما فاسق هذا أما يوصن أهاني لكن مركو قفك سواء قاعدين تكي فاسقها حق قاضيك حوله سي قاضي واللقوريج كي كافر كان حق اللقوريج كي سبي أها أما مجنون كأنا حلقو رجين كي ولقو وهاب الحلقو رجينه أحكام تنصاص عطى أقومي دهنا أحكام تنصاص كي عاد كأنا دي سقى أقومي انتهوي وإذا أخذها وجب عليه حير وإذا قرتي أخذها وقاضى لقطذي وجب وحواجب كوها وقصبها عليه الدشيسة أن يعرف إنه أقون صدق أو قرته ستة أشياء لحرموت كو
وعاءها ويل كذي وإنه قرته وعفاسها دوال كذا وإنه قرته ووكاءها نجح هذا وإنه قرته وجنسها جنسي أيتها وإنه قرته وعددها ترد هذا وإنه قرته ووزنها وزن كذا دون وزن يين وإنه قرته هل كان رحوي حلاه شاخه لقطة قفك مرق وقاضية لح شيء بع قصب قوة لح شيء هي قصب قوة إن لحد الشيء قرت أي قصب كنا قند كنا قنيان من عند الالتقاط باع مسوى عند التملك عند التملك يعني عند الالتقاط باكل دون عند الالتقاط وحوي مركي على لقطة سوق هذه عند التملك نحوي ده سنة كي أما أنت اللي قلت على الجلاي أنت اللي قلت على الجلاي محنك وضعه محدكم ممكن كرت على لقطة ذا وحال فيرين وحناد لقطة ذا لفتر كذا الله فيرين صدق حبيبي قيس أنت إن نقض مال زهيد أو آد ويرى وحبوا عن هين حولها الله فيرين إن يين حول آد ويرى وحبوا عن حولها هالراهن تساوي في الفيرس وحلا هداد ويدو سيق هذا نيساد وحاد ويرى هدويه حولهم إن يهين بالي يرقفكم مد وصاح صوصنا يوم مد دور مالين صدق مالين أفر مالنا إذا نعفر تام مالين يصدق حام مالين بعد رهادين يحولهم إن يهين حول آد وفربضن هدي حولها آد وفربضن ويحولها الربعين لا يهديه أو أحكامتنا يكون ضبوق ميسو حولها سوية مركز لح شيء بقفك لاقتك أها قصب كنو قنباليري لح ذا الشيء من عند الالتقاط بقى مركي أو سوق هذه ييبا سواء عند التملك عند التملك وحاوي وادي هذه سي مثلا حلقي بعض لما هذا مركز أد ملكيني سي لح ذا الشيء إنا تقرأت مركز سي قصب تهي عند الالتقاط وإسك مستحب إيه واجب مؤهو لح ذا الشيء قرتي واجب نقنس وعند التملك مركز لح ذا الشيء وشيء يكو وعاءها ووالك الحكم السميسي يسويهاي وعفاسها علماء قارك وحيلين وسلو وعاء لفت الكيسة علماء قارك وحيلين وعاء وعفاسك وحويان ضبال وكاغون وحويان انت اللي الضبالة اللي حري جري نجح لو حري جري نجح اسوي كان وائنات قرطة سفا كي اسكرها مرك ويما هذا دي وحي اضواء قنس سوال قرطة وجنسها وحويان جنسي قوياي هدوين عمتتها ايو هذا عنده مبريس بقى مسوى راشين كلاية محل يجر هذا العقد هاي مدها بقى من فضة دولار بقى من العكيان بقى جنسي واي عدد كأنت أنت يا والله كنوا دولار بقى مشان كنوا دولار بقى شيء هدوية شيء موزون أو يه وزن كيس أنت ولا جاي أنا أنت على قصة الروع حير شاخه ويحفظها ويحفظنا يا في حرز مثله حرز مثلها له لقطة ذي يضع أكله ماشاء الله إلى علينا يكو إلى علينا ياوي ثم إذا قرتي أراد أودانا تملكها إن الله هذا ويد وياشة عرف وياهدين هالو قطدي وياهدين سنة سنة بو ياهدين على أبواب المساجد مساجد الباب ذن وياهدين وفي الموضع ميل لحدي بو كياهدين الذي موضعي وجد أهلي هالو قطدي فيه موضع لحدي سو كهلائي وياهدين يا فإن لم يجد هدوس هيل صاحبها صاحب كادي كان وحاء هذا له كامد وأسوين يا أن يتملكها إنه ملكيه بشرط الضمان لكن إنه ضمان الدادة وقاضي هدين كلاوي ماذا وبحين كرم سلام وحويه ان انتي بواد قراتاي وحير شاخو حقيباتكو الى الان لقطادا وحادكو الى الان حرز المثل العاق هداي تاه العاق ميش اللو الى الان جري قاري هدوية قاري ميش اللو الى الان جري هداي تاه محال ديه جري ان راشين هدوية راشين ميش اللو الى الان جري حرز المثل وحاسا وحالي يدي ساقو او كلميش اللو الى الان فا ايضانكو الى الان نيسا ايضانكو الى الان نيسا ثم اذا اراد تملكها حالي يدي علمضو حكى حي إن قفك قاضي مرك واللقط هذا قاضي لا مذن بين نقن إما إنه الروا إنه هنتيا وإما إنه الروا إنه ولقي حفظيا أو هيئون الله وذن يحبيك كل الدوانان يا ثمرة في قيا كذلنا أه مؤونة إن التعريف ويا هذي تانك خرش ككوب حية مثلا دربيات كل جنسة صامو كمبيوتر باصات ضع بعيسى وحوا حينسة يا الله جربا هدي aad rabto inaad xifdido oo sidaana ku yahdiso xoolaha waxa laga raba lagu yahdinayo ee baxaya maunada baytul maalka ayaa laga raba ama hadii kale baytul maalka aan laga haynin waxaad xoolahan laftirkooda baa deyn ahaan ka qaadaysa ama adiga deyn meel kale oo keenin kadibna iska bixiba dhin ninkii la markuu yimaado hadii laakin tamalug aad ka rabto adu akhira markuu sanadku dhamaado bilbirsaad ugu jirto kaabiga ugu jirto مونه ده عدالة عارف دربي واحد يقول لجنا ميال باكو عصامه دربي جميل ويحفظها من في حرز مثلها ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة هل صنو يهدين
من قوية واي هل سنة اللي يرسح وأنتوا يهدين أي حق يبوك يهدين سنة كام يق أنت يبوك يهدين حنلاقي نورته هل سنوي قابط هي مكان التعريف وحوي كو أبواب المساجد مساجد ده مال الباب ده استاجم مساجد مال الاحتياج ده هو تعيض الله ما أقوله كارسام عانسوس تعال لو كنا لو يتم كم يد بمساجد كم نقيم يا ولاد بس يستاجو هالشيء ده بعجم مكان يجو يهدي ويرمش هذا أنا مركل ويجري ولاد مركل شخالير لا يجري سكتشوك الله ما أقوله سكتشوك مركو كدي ذي مركل دمبه يجري نينكن وحوله هي هل سدا أو سداها إيه يهدي وحان لنا إلهكم مسوع عليه ولاد كي حناق ولاق خموي ولاد كنا حديث كنت تطبيقنا عادي تطبيقنا مركب مساجد كده حديث كمان يهدينا الباب ده مساجد كوكي يهدينا إيوه في الموضع الذي وجدها فيه ماشي وكال تب هذه قارسات كاش إن يروي من للتجنان إيش هذا قارس لا هذا ماشي هذه تقسمه ساس ويان إيوه ما سك استولوا يهدين كرا ده إذا عاد صفر يسنكر ده تي في تا ده واحد كلا تا وكوكا كل بيوح السهلن بي هذه ان محل يا ربا ابتداء السنه غور ما لقى بلاوي علماء دهن ابتداء السنه ما من وقت التعريف على قبل لاوي مسمين وقت الالتقاد ولا مسلك لدونه دو سنه كنا لو يتونك بلودا ما مارك غانت اكو سو دغتي ايا لقى بلاوي مسه مالنكا يا هديتانك بلودا مالنكا يا هديتانك بلودا وان كو كدحينا سنه كده كحت وها ويان سنه كدن ميا تعريفينيسا افر بان وكلا قادينا سنه كدحينا اسبوع كوبات ي أسبوع الله بعد الله بعد أمان ضه ها أسبوع كوبات أسبوع كوبات ها ساسوي أسبوع كوبات طرفي النهار أيات تعريفين قلن هوري قلن دمبة أسبوع الله بعد ي أسبوع صدحان في كل يوم مربع تعريفين أما قلن هوري كده أما قلن دمبة أما قلن هوري كده أما قلن دمبة اسبوع على كوبادو لما لبعض نور لما سدحنا وصلنا تضبط اسبوع كل حاجة تضبط اسبوع كل حاجة اسبوع كسته أما هالمربادي هذين أما الله ما أنا أما الله بشر ما أنا تلاقي كده خميس كده هذا كوت على أنت مركز لما تكذب بالكسته هالمربادي هذين هسا بالشيء هالمري لا سنة كنت كده ما أناي أنت أسوي جميل ده أوصاف تهذا وحكم ده أنا والشيء دي مركز يا هذين لكن أوصافته بدقة ومش شيء جسد بعلمه دين هدا كل حال دراته شيء قصو شيء دين بس كي مرة وحدي عراله هدوقاته كدي من إنك حق أقولها ويجي ماذا أوصقناته هذا جاب حنا يقول لي بيني صمه تسوي فإن لم يجد هسا فإن لم يجد صاحبة مرك أنا هذا شيء نذهل لا والله مثل ما نقول صمه مرك هذا يهدي سكدي بسنتك هدي أذن هيلين كان له أن يتملكها مرك ورانا تملك بعوقاته وعلى هان كرتا وعلى قادن كرتا لكن هل شردي بشرط الضمان نك إسكالها ولو بعد 20 سنة هدي وهم هذا أو تلمامه يوحي لن أشاغ وإن ثينيس الضمان هذا عقادي ستاب بس هتكون ملكين كرتاي سكالة كم ملكين يسيدو مجرد مضي السنة وسنة كيبا عدم هذا وان كلها وحبوك ميتشيرو انت سينا عشر كسوك وقوين ان هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.